وفي كلمته أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ضرورة دعم الجهود المصرية لحل الأزمة السودانية. كما أشاد العليمي بالدعم الذي قدمته مصر لليبيا والمغرب بعد كارثتي الفيضانات والزلزال. كما نؤكد دعمنا لكافة المساعي الرامية لإحلال السلام في السودان، وفي المقدمة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بما يعيد لهذا البلد العزيز الأمن والاستقرار والتنمية. كما لا يفوتني التعبير عن كامل التضامن وخالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمملكة المغربية بضحايا الأعاصير والزلازل المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين، ونجدد شكرنا وتقديرنا لكافة الأشقاء لدعم هاتين الدولتين وفي المقدمة جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تزداد مخاطر المتغيرات المناخية في تهديد نظامنا الكوني.